بسم الله الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل نعمته وبركاته على ارواحنا جميعا امين. هنقف شويه من الامثال ونبتدي في الحروب الروحيه اللي بتقابلنا. وقبل ما نبتدي في الحروب الروحيه عايز ادي مقدمه عن الشيطان. دايما بيحاربنا وعايز يضيع مننا السماء، لكن ايه هي الدوافع الروحية؟ يعني قبل ما اتكلم عن الحروب الروحية عايز اتكلم عن الدوافع الروحية. ايه اللي بيخلينا نجري للسماء؟ في مرة سأل القديس يوحنا الدرجي سؤال، قالوا له ليه في ناس بتجري على الحياة الروحية سريع تلقاها نشيطة وفي ناس بطيئة في حياتها الروحية وفي ناس محلك سر تتحركش وفي ناس بترجع لورا، يعني بدل ما بتتقدم أو زي ما هي بترجع لورا. يعني في ناس سخنة في صلواتها، سخنة في أصوامها، سخنة في عبادتها، سخنة في خدمتها للناس، وفي ناس نص نص فاترة، وفي ناس ما فيش خالص. فالقديس يوحنا الدرجي قال في ثلاثة بيجروا على السماء، واحد بيدفعه الخوف من النار، واحد بيدفعه الرجاء، واحد بيدفعه الحب، والثلاثة يدخلوا السماء. الثلاثة فئات دول بيدخلوا السماء. فاحنا عايزين نتكلم بنعمة المسيح وارشاد الروح القدس. يعني ايه الواحد يدفعه الخوف المقدس، واحد يدفعه رجاء مقدس، واحد يدفعه الحب المقدس. يعني نمرة واحد، واحد تلقاه بيصلي وبيندفع على الحياة الروحية بسبب الخوف، خايف، خايف يروح النار بس كده، خايف يدخل جهنم، فتلقاه دايما انه سهران وبيجتهد وبيصلي، لكن الدافع الاول للحياه الروحيه بتاعته الخوف من النار. وفي واحد تاني بيدفع الحياه الروحيه بسبب انه المكافاه، بيصلي عشان ربنا يكافئه في السماء وعشان يدخل الملكوت وعشان يشوف الحياة الأبدية وعشرة الملائكة وعشرة القديسين عشان يلبس الأكاليل، فده بيدفع للحياة الروحية. وفي واحد تاني يجوز يكون عنده شوية خوف ويجوز يكون عنده شوية رجاء، لكن لا هو خايف من جهنم مع أنها صعبة، ولا هو طمعان في السماء مع أنها حلوة، ولكن هو اللي بيدفعه للحياة الروحية هو حب لربنا، هو بيحب ربنا، لكن الثلاثة بيدخلوا السماء. تعال نعرف يعني ايه الخوف المقدس. الخوف المقدس، في ناس كثيرة يا أحبائي عندها فتور روحي. يعني ايه فتور روحي؟ يعني لما يجي يصلي بيصلي كده فتران أي كلام في أي موضوع، ولما يجي يصوم يصوم أي كلام، تيجي تقعد مع واحد في الاعتراف تقول له صايم يقول لك صايم لكن وكأني مش صايم. يصحى الصبح يفطر يشرب شايه أي كلام، ما يصومش انقطاعي. واحد يقرأ الكتاب المقدس روتين قراءة جرايد، واحد لما يخدم يخدم كده من غير نفس، كل ده اسمه فتور روحي. طب ايه علاج الفتور الروحي ده؟ اي حد عنده فتور روحي يحتاج الى الخوف. هو بيعمل ده كله ليه؟ لانه صراحة هو مش خايف، هو مش مدقق في حياته الروحية لانه مش خايف من ربنا، لان لو عنده خوف ربنا ما يعملش كده. يوحنا المعمدان كان يعني
ظهر في جيل عندهم كلهم فتور روح، صحيح يهود ومستنين ربنا والمسيا وعارفين ربنا كويس، لكن عندهم الفتور الروحي. إنما يوحنا المعمدان ده ابتدى الناس تطلع له ويتكلم معاهم كلام بصراحة كان يخوف، فكان يقول لهم إيه؟ يا أولاد الأفاعي. النهاردة أنا لو وقفت على المنبر قلت لكم يا أولاد تطلعوني، يا أولاد الأفاعي أنتوا ما أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي. أنتوا حتروحوا من غضب ربنا فين؟ ها قد وضعت الفأس على إيه؟ أصل الشجرة، وكل شجرة لا تأتي بثمر تقطع وتلقى في النار. أنتوا فاكرين نفسكم إيه؟ أنتوا ربنا مسك لكم الفأس وهيحط الفأس على الشجرة، وكل شجرة مش هتجيب ثمر هيقطعها، بس ربنا سايب الفأس دلوقتي عمال يقول لعل الشجرة تجيب ثمر أتركها للسنة الجاية، ولكن هيجي وقت الشجرة إذا ما جابتش ثمر لازم تقطع ولازم تترمي في النار. أنتوا فاكرين نفسكم إيه؟ ولما كل الشجر يتقطع هيحزموه حزم حزم ويربطوه ويرموه في النار. فابتدى يتكلم إيه؟ كلام يخوف، وهم كانوا شايفين يوحنا المعمدان ده رجل قديس، لأنه المسيح نفسه قال عنه إنه نبي وأعظم من نبي، وإنه أعظم من ولدته النساء، فكانوا إيه؟ خافوا. أول ما خافوا قالوا له ماذا نعمل؟ نعمل إيه؟ فتابوا. إذن الخوف يجيب التوبة، فقال لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع لتنالوا الخلاص. فالناس تابت ليه؟ عشان خافت. القديس يهوذا يقول ايه؟ خلصوا البعض بالخوف منتشلين من النار. يعني لما واحد يستهون في حياته الروحية خوفه وطلعه من النار، انشل الناس من النار. واحد يفكر نفسه كده، فكر نفسك وانت في الخطية دي، انت مش خايف من النار؟ في نار ولا مفيش نار؟ في نار. النار دي اللي هتقعد فيها بسبب خطيتك مش سنة ولا اتنين ولا عشرة، ده انت هتقعد في النار الى الابد. نار يقول عليها الكتاب نار أبدية. هناك في مراهم ولا في علاج ولا في دواء خالص؟ هل هتستحمل النار؟ هل هتستحمل انك انت تكون منفصل عن ربنا طول العمر وعن الملائكة وعن عشرة القديسين طول العمر؟ بصراحة كده لو اخدتها بدلع ومن غير اكتراس ومتهاون في حياتك الروحية، اعرف ان نهايتك النار، والنار صعبة، مين يستحملها؟ عشان كده الكتاب يقول الى هذا انظر. انا باصص لمين؟ باصص لمين يا رب؟ اذا المسكين والمرتعب من كلامي. انا باصص للي خايف من كلامي. طب يا ربي ما كلامك حلو والإنجيل حلو واسمه البشارة المفرحة. يقول لا، الإنجيل برضه في كلام يخوف، فعلا في كلام يخوف. إذن لما الواحد يجي يصلي ويصلي أي كلام ويصوم أي كلام ويعمل أي كلام أنت مش ماخد بالك، أنت عارف أنه ده نهايته إيه؟ نهايته نار، فلازم تخلي بالك. لما تيجي تكون فاتر في حياتك الروحية اعرف بأنه ممكن ينتهي منك العمر لحظة، طرفة عين تلاقي نفسك مش موجود. وده اللي قال عنه الكتاب والمسيح نفسه قال أنا حاجة كلص،
كلص انت مش هتعرف في ساعة لا يعرفها انسان. عشان كده هينتهي منك العمر، ولما ينتهي منك العمر هتلاقي نفسك واقف قدام ربنا، هتقول ايه وتحتج بايه وتعتذر بايه؟ ليس لنا حجة ولا ايه معذرة. عارف هتكون نهايتك ايه وانت متهاون في حياتك الروحية؟ بالضبط زي العذارى الجاهلات اللي وقفوا قدام باب ربنا في السماء وقالوا له يا رب افتح لنا من فضلك، فهو يجيب من الداخل ايه؟ اذهبوا عني، ها لا اعرفكم. ازاي يا رب ما تعرفناش؟ ده احنا كنا بنيجي الاجتماع يوم الثلاث ويوم الخميس ويوم الجمعه ونيجي قداسات، ده انا رب شماس، ده انا رب خادم، ده انا رب ابونا، لا اعرفكم. ليه يا رب لا تعرفنا؟ كل ده مظاهر، كل ده تأدية واجب. عشان كده تلاحظوا ان كنيستنا الحلوة بتخوفنا. لما واحد اتغطى بالبطانية وما يصليش، جايت له قوم صلي في نصف الليل في الخدمة الثانية، مثل العذارى الايه الحكيمات والجاهلات. عشان لما تصلي الانجيل بتاع مثل العذارى الحكيمات والجاهلات تخاف وتقول لا اقوم اصلي. وفي الخدمة الثالثة حطت لنا مثل من هو الوكيل الامين الحكيم الذي يقيم سيده على امواله. ولكن ان قال ذلك العبد في نفسه سيدي يبطأ قدومه، يأتي سيد ذلك العبد في ساعة لا يعرفها ووقت لا يعلمه، ويعمل له ايه؟ يشقه من وسطه. هو ده اللي بيقول علينا ربنا. يبقى عايز يقول لك الكنيسة ايه؟ لو قضيت كل حياتك وانت مش خايف من ربنا، اعرف كويس ان نهايتك هتكون النار. يبقى تعمل ايه؟ اختشي وارجع وصلي. لما تكون صلاتك اي كلام، صومك اي كلام، قراءتك للكتاب المقدس اي كلام، اعرف انه الكتاب بيقول صراحة وعلانية ملعون ها من يعمل عمل الرب برخاوة. كل حد بيعمل عمل ربنا برخاوة هو ملعون. عشان كده احكي لكم حكاية في العهد القديم. في العهد القديم كان في ملك اسمه يوشيا، ويوشيا ده كان رجل كويس وبيعرف ربنا، لكن ما كانش بيقرا التوراة لأنه ما كانش لاقيه، التوراة كان ضايع. وهم بيحفروا في الهيكل لقوا التوراة، فمسك كتاب التوراة يقرأ، وقرأ سفر التثنية. في إصحاح في سفر التثنية صعب جدا، يقول لك ملعون اللي يعمل، ملعون اللي يعمل، ملعون اللي يعمل. وهو بيقرأ سفر التثنية انفجر في البكاء وقعد يبكي، وبعدين خاف. قالوا بعدين احنا كده هلكنا، احنا كده ضعنا، احنا بنعمل كل الكلام اللي قاله السفر دي. طب يا رب اخرتنا ايه؟ اخرتنا الموت، اخرتنا الهلاك يا رب. فقام مشى قال للناس اللي حواليه، كان في ناس اتقياء حواليه، قال لهم روحوا اسألوا خلد النبية. كانت في واحدة اسمها في ايامه خلد النبية، روحوا قولوا لها الكلام ده هيحصل لنا احنا ولا لا. فراحوا سألوا خلد النبية، قالوا لها يوشيا الملك بيقول لك الكلام ده هيحصل لنا، اللعنة دي. جايت لهم روحوا قولوا ليوشيا من أجل إنك اتضعت وخفت أجل الرب هذه اللعنات ومش هتكون في أيامك. بمجرد إنه خاف واتضع
وبكى رفعت عنه العقوبة وتأجلت عنه العقوبة. طيب بذمتك انت كم مرة قريت الكتاب المقدس؟ وكم مرة قريت كلام يخوف في الكتاب المقدس ولكن انت بتقرأ وخلاص؟ كم مرة سمعت الشماس بيقرأ في الكتاب المقدس في الإنجيل كلام يخوف وانت ولا همك أبدا ولا حاجة؟ عشان كده يا أحبائي للأسف الشديد احنا بنقرأ وبنقرأ كلام يخوف ولكن مش خايفين أبدا. كلام الكتاب المقدس كلام فيه كلام صعب وكلام يخوف. يقول لك إن عصرتك عينيك اقلعها، خير لك أن تدخل السماء بدون عين من أن يهلك كل جسدك فين؟ في جهنم النار الأبدية. إذا عينك دي مرة شافت حاجة وحشة بس أحسن لك ارميها عنك، اقلعها واقطعها، أحسن ما يهلك كل جسدك في النار. كم مرة شفنا مناظر وحشة وإحنا ولا همينا؟ وتكلم الكلام ده عن اليد والرجل، إن عصرتك يدك اقطعها وإن عصرتك رجلك اقلعها. اقطعها واقلعها يعني إيه؟ يعني اعمل حاجة، انتبه لحياتك الروحية، اعمل حاجة. تعمل تبص وتشوف يمين وشمال وانت مش عارف بأنه بالعين دي هيهلك كل الجسد، وباليد دي وبالرجل دي هيهلك كل الجسد. عشان كده يجي يقول ايه؟ الويل لمن تأتي منه ايه؟ العصرات. لويل وسود ليل واي حد يعلم اي انسان خطية ويورى اي انسان حاجة وحشة. الويل وسود ليله اللي يتكلم على حد ويجيب سيرة حد ويشهر بحد، ده عصرة. ده قال لك احسن له انه يعلق نفسه بحجر الرحى ويلقوا نفسه في البحر ولا يجيش يقابلني ابدا. عشان كده يا احبائي كلام الكتاب المقدس كلام يخوف، والكلام بتاع العهد القديم يخوف وكلام العهد الجديد يخوف، لأن إله العهد القديم هو إله العهد الجديد والاثنين إلههم واحد. عشان كده ما فيش حد يقول إيه لا العهد القديم يخوف الجديد، لا. مين قال؟ مين اللي قال ده؟ واحد كذب بس في العهد الجديد كذبة واحدة، حصل له إيه؟ مات. الكذب يموت. حنانيا وسفيرة لما بس كذبوا على ربنا ماتوا، وده في العهد الجديد. لما يقول لك بالكيل الذي تكالون به يكال لكم ويزداد، بنفس الكيل اللي انت بتكيله لأخوانك ربنا حيكله لك وزيادة. يعني انت مش بتعذر، ربنا مش هيعذرك أبدا. مش بتسامح، ربنا مش هيسامحك. مش بتخدم الناس، مش هتلقى حد يخدمك. مش بتستر على الناس، ربنا مش هيستر عليك. بنفس الكيل انت اللي بتحدد ربنا يعاملك ازاي. بنفس الكيل اللي بتكيله لاخوك ربنا يكلهولك وزياده. عشان كده يا احبائي الاشرار بيعمل اللي هم عايزينه. ليه؟ لانهم ما فهمش خوف ابدا، ما بيعرفوش يخافوا. يقول لك ايه؟ ليس خوف الله قدام عيونهم حنجرتهم قبر مفتوح وبألسنتكم قد ايه؟ قد غشوا. ما فيش خوف عندهم، مش بيخافوا من ربنا. يعني بيتكلموا وخشمهم ده قبر معفن، قبر معفن. وبألسنتهم قد غشوا. اللسان ده اللي انت بتتكلم بأي كلام، بتجيب بسيرة الناس وبتشتم وبتحلف بيه، ده
اللسان ده هيروح في النار وهيتحرك في النار. عشان كده يعني لو لاقي نفسك انك انت زي ما انت كده 20 سنة بتعترف نفس الاعترافات ومحلك سره مش متحرك، لازم تخاف ولازم تخوف نفسك. واحد يقول لي أبونا ما تخوفناش من فضلك، ده ربنا بتاعنا طيب، ده إلهنا طيب، بيقبلنا زي ما احنا كده. مين قال لك؟ ربنا سايبك دلوقتي مش بيعمل فيك حاجة عشان مستنيك تتوب، مش عشان انت كويس، لا. شوف الآية دي بتقول ايه؟ أم تستهين بلطف الله وإمهاله غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك إلى ايه؟ إلى التوبة. ولكن إن بهذا إن لم تتوب تذخر لنفسك غضب في يوم الغضب. يعني لطف الرب وإمهاله دي، لطف ربنا عليك سايبك عشان تتوب، عشان يكفل في وشك الجهنم ويفتح لك باب الملكوت، مش عشان تزك فيها. وإنما إذا أنت مش عايز تتوب، اعرف بأنك أنت بتحوش لنفسك إيه؟ غضب في يوم الغضب. فلو ربنا سايبك ما تقولش عشان ربنا طيب، لا، ربنا سايبك عشان تتوب. عشان كده يا أحبائي نلاحظ كل القديسين اللي هم كانوا مدققين في حياتهم الروحية كانوا خايفين، عشان كده مشوا صح. واحد فيهم لما يصلي وبعدين سطرين كده يعني قالهم أي كلام ما ركزش فيهم، يقول لا الله، ده أنا ما ركزتش في المزمور ده، أراجعه تاني. ليه؟ أنا واقف قدام ربنا، ولو جات حتة فيها سجود وما سجدش يقول الله ده الملائكة بتسجد قدام ربنا وأنا ما سجدش، لا أقوم وأسجد. ناس مدققة وناس بتخاف من ربنا، عشان كده هم بيجوا قديسين. عشان كده يا أحبائي الكنيسة في نص القداس بتخوفنا، ويجي الشماس في تحويل القربانة إلى خبز والخمر إلى دم، يقول إيه؟ اسجدوا لله بخوف ورعدة. في اللحظة دي خاف، في اللحظة دي بيجي التحويل، أنت في اللحظة دي بتعمل إيه؟ ربنا قال لك اللحظة دي خاف، ولكن الناس بتتكلم، وممكن واحد يحط راسه في الكنبة ما يقومش تاني، يقولوا له قوم يا أخي، ولا واحد يتونس، ولا واحد مش عارف يعمل ايه، ولا جاك مسج تشوفه جاي منين. يا ابني قال لك خاف في اللحظة دي. انا اتذكر مرة لما كنت صغير وكنت لابس شماس، في اللحظة دي كنت بجري كده في الهيكل، ولما قال الشماس اسجدوا لله بخوف من رعدة كنت بجري وبلعب، وابونا ده كان بيصلي راجل كبير كده قال لي اسجد يا ولد. من ساعتها انا اجي في اللحظة دي ولازم ايه؟ اتذكر كلام ابونا اسجد يا ولد واسجد. اذا يا احبائي اذا كانت الملائكة بتخاف احنا محتاجين ايضا ان نخاف. اشعياء قال ايه؟ قال ويل لي لاني هلكت لاني انسان نجس الشفتين وساكن وسط الشعب نجس الشفتين، لان عيناي قد ابصرتا الملك رب الجنود. قال الويل لي. طب احنا كل يوم بنشوفه على المذبح بجسده ودمه، هل يوم من الايام قلنا الويل لي لان انسان نجت الشفتين؟ بصوا في سفر اعمال الرسل بطرس الرسول كان لاول مره يوعظ، بعدين اللي حصل انه يعني اداهم كلام جامد جدا، قال لهم انتوا اللي قتلتوا المسيح، وانتوا اللي صلبتوا المسيح، وانتوا اللي عالجتوا المسيح على خشبة. على طول عملوا ايه؟ خافوا. قالوا له نعمل ايه طيب؟ اهم سؤال ماذا تريد ان نفعل؟
عايز نعمل ايه؟ قال لهم توبوا ليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع. ناس بتخاف، لكن يا جماعة اللي ما عندوش خوف ربنا دي هيخاف ليه أو هيتوب ليه؟ عشان كده يا أحبائي كل إنسان فينا لو ما خافش عمره ما هيتوب أبدا. إذن أول دافع للحياة الروحية هو الخوف. تاني دافع الرجاء. الإنسان لو فضل يخاف يخاف على طول، الشيطان ممكن يخليه في اليأس، وممكن يقول له أصلك أنت مش نافع، أصلك أنت رايح جهنم رايح جهنم. لكن ربنا أدانا إيه؟ أدانا الرجاء. ربنا يقول لك ما تخافش يا حبيبي، أنا محضر لك السماء، وأنا أعرف كويس من يوم ما أنت دخلت المعمودية أنا كتبت اسمك في سفر الحياة، أنت ليه خايف؟ ما تخافش. ويذكرك ويديك رجاء بالوعود الإلهية وبالأكاليل اللي هي إيه؟ مستنياك. إذا خلي عندك رجاء إنه ربنا هيدخلك السماء. ولو كنت يوم من الأيام كسلان، خلي عندك رجاء، قوم وصلي وقول أنا حبقى زي العذارى الجاهلات اللي كانوا نايمين وتضيع مني السماء. طب ما قوم وأسهر، لأنه السهر بيديني استنارة وبخليني منور أمام ربنا، وده يديك رجاء بإنك إيه؟ تقوم وتسهر علشان تنور زي العذارى الحكيمات. عشان كده الرجاء هو في السماء، إنه أنا أشوف السماء وأشوف الأبدية، دي أحسن حاجة تديني رجاء إنه أدخل السماء. في طالب يا أحبائي بيحاول إنه هو إيه؟ يذاكر بس عشان ينجح، بس خايف يسقط. وفي طالب لا، غير كده، عايز ينجح وعايز اسمه يتكتب في الجرايد وعايز يخش كلية كويسة وعايز يشتغل شغلانة حلوة. في واحد كده وفي واحد كده. لكن انت خلي عندك رجاء، مش عشان بس تدخل السماء، انما عشان حتى تحدد مكانك فين في السماء. عشان كده لو جاك مرة الشيطان وقال لك انت وحش وانت مش نافع، قل له مين قال لك؟ ده ربنا سايب لي السماء، وده ربنا محضر لي السماء. عشان كده يقولوا الآباء انه علمونا كده في الإرشاد، لما يجينا واحد معترف وبعدين يكون عامل خطية صعبة ويجي يضحك، مثلا زانا مثلا يعني، وهو بيحكي الحكاية بيضحك، قالوا لنا ده تخوفوه لأنه مش مكترس، تقولوا له النار مستنياك ازاي بتضحك. ولكن اذا جاء واحد تاني وحكى مثلا خطيه صعبه وقعد يبكي ويقول ويل لي انا مش نافع انا بكرر الخطيه، ويبكي بخطيته، ده ندي له رجاء. نقول له لا يا حبيبي، السماء مستنياك وربنا مديك وعود كثيره، فما تخافش ابدا، وندي له ايه؟ رجاء. ففي ناس مستهتره دي عايزة لازم الواحد يخوفها بالنار، وفي ناس بتبكي بخطيتها دون نديهم رجاء. عشان كده يا أحبائي إيه اللي خلى بطرس الرسول ما يعملش عملة يهوذا الانتحار؟ الرجاء. يعني يهوذا قال أنا ما فينيش فايدة وانتحر، لكن بطرس الرسول قال لا، أنا يعني لازم أبكي، وبكى بكاء مرا، وفعلا ربنا اداله رجاء. وأول يوم قابله بعد القيامة قال له تعال يا بطرس، خلاص الحكاية راحت، ارعى غنمي ارعى خرافي وخلاص. إيه اللي خلوه إنسان كويس كده ورجعه لرتبة الأولى؟ هو الرجاء. ففي ناس عندها رجاء إن هي تدخل السماء. داود النبي اللي كان كله زنا وكان كله قتل، إيه اللي دخلوا السماء؟ الرجاء. بكى بكاء مرا وقال بللت فراشي بدموعي. وأول ما بكى ربنا قال له خلاص، بعت له نسان قال له الرب قد نقل عنك إيه؟ خطيتك فلا تموت. ودلوقتي بيجينا نقول إيه؟ من مزامير 30 معلمنا داود النبي بركاته على جميعنا. بركات داود،
داود اللي قتل، داود اللي زنى، ايوه ما خلاص كان عنده رجاء وتاب وراح السماء. اذا جاك يوم من الايام احباط بانك انت خطيتك متكرره، وانك انت كل ما بتعمل الخطيه بترجع لها تاني، اوعى تياس، وانما خلي عندك رجاء بان ربنا ربنا يعني هيبص لك وربنا هيدخلك السماء، وخلي عندك رجاء بالوعود الالهيه، وقول ايه ربنا وعدني وقال لي خطاياكم لا اذكرها ارميها فين؟ في بحر النسيان. الرجاء هو يدفعك للسماء. الابن الضال ايه اللي خلاه يرجع لابوه؟ مش الخوف، لانه لو خايف من ابوه ما كانش رجع، وانما اللي خلاه يرجع لابوه الرجاء، قال ما ابويا طيب وابويا حلو وابويا حجبني، ليه ما رحش لابويا؟ وفعلا قام قال ايه اقوم الان واذهب الى ابي. واول ما راح لابوه كان بس عايز ابوه يخليه خدام عنده، بس عبد عنده، وانما فوجئ باكثر مما نتوقع او نفتكر. فوجئ يقول له خدام ايه يا ابني، انت سيد البيت، انت صاحب البيت، فلبسوا الخاتم اللي هو بيختم بالبيت او بيختم بالعبيد، واداله الحله الاولى والحذاء وعمل له حفله كبيره. ايه اللي رجعه لابوه؟ هو ايه؟ هو الرجاء. عشان كده يا احبائي خلي عندك اول ما تكون يعني يائس من خطيتك اتذكر وعود ربنا ليك، من يقبل الي ها لا اخرجه خارجا. خلي عندك رجاء، لو جيت لربنا ربنا مش هيسيبك ابدا، حيقبلك وحيقبلك بخطيتك. اتذكر ربنا لما بطرس ساله قال له يا ربي اسامح اخويا كم مره؟ سبع مرات. قال له لا اقول لك سبعه، بل سبعه فين؟ في السبعين، يعني سامح الى ما لا نهايه. فقل لنفسك اذا ربنا قال للبشر سامحوا الى ما لا نهايه، يبقى هو ايه؟ يبقى هو حيسامح الى ما لا نهايه. خلي عندك رجاء. لما نقول في التسبحه لان الى الابد ايه؟ رحمته من جيل الى جيل. خلي عندك رجاء، ربنا حيرحمك ومش حيسيبك. لما يقول لك لان رحمته جديده كل صباح، كل ما تصبح الصبح تلقى ايه؟ في رحمه مستنياك. دي كلها وعود من ربنا تديك ايه؟ تديك رجاء. بصوا يا احبائي، الكتاب فيه خوف، في كلام يخوف، والكتاب فيه كلام يدي رجاء. يعني مثلا في اصحاح واحد تلقى الاصحاح اوله في رجاء واخره في خوف. يعني مثلا الاصحاح اللي قرناه الاسبوع اللي فات لوقا 18 بيدي رجاء، لا تخف ايها القطيع الصغير لان اباكم ها سر ان يعطيكم الملكوت. ما تخافش يا حبيبي، السماء جاياك والسماء مستنياك، وانا حكون مبسوط لو دخلت السماء، وقلبي يوجعني لو ضاعت منك السماء. رجاء حلو. جاء في اخر الاصحاح قال ايه؟ من هو الوكيل الامين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده؟ ولكن ان قال زي سيد ذلك العبد، او ان قال ذلك العبد سيدي يبتأ قدومه، يبدأ يسكر ويشرب ويضرب العبيد والإماء، فيأتي في ساعة لا يتوقعها ويشق من وسطه. طيب الأول أدانا رجاء حدخلك السماء، وفي الآخر قال لك برضو عليك مسؤولية، عليك سهر. إذا ما سهرتش وجاك لقاك بتاكل وتشرب وتسكر، نهايتك إيه؟ يشقه من الوسط. عشان كده يا أحبائي بصوا، في مرة قال لنا برضو الإنجيل إنه مالك دعا ثلاثة وقال لهم تعالوا العشاء جاهز،
وانا هحضر لكم عشاء، ويوم وقت ما احضر لكم العشاء هنادي لكم او هبعت الخدام يجيكم. فجهز العشاء، نادى الخدام قال له روح ادعو المدعوين. فالاول اعتذر قال له انا اشتريت 5 أجود بقر، والثاني قال له انا اشتريت حقل، والثالث قال له انا اتجوزت. عارف قال لهم ايه؟ ان المدعوين لم يكونوا مستحقين. كلمه خوف. كل واحد العشاء مدعو والذبيحه على المذبح وانا وانت نعتذر عن الحضور، كل واحد بحجته، وربنا يقول لنا انتوا غير مستحقين، خلاص مع السلامه، انا دعيتكم انتوا ايه ما رضيتوش تيجون. وبعدين قال له ايه؟ روح هات من الشوارع والاذقه وجيب الناس. وبعدين جاب الناس اللي هم ايه؟ الجدع والعرج والمساكين. اخر دافع عايز اتكلم عليه اللي هو يوديك السماء هو دافع الحب. اكثر ناس بيسرعوا للحياه الابديه وفي حياتهم الروحيه هو حبهم لربنا. يعني مثلا التلاميذ دول دخلوا في اختبار تجربه في الصليب. اول ما اتصلب المسيح كلهم جروا، كلهم ما عدا مين؟ واحد اسمه ايه؟ يوحنا الحبيب. يوحنا الحبيب ده يعني فضل قاعد مع ربنا لحديت اخر لحظه في حياته، وقال يعني انا هقعد معاه للابد. ليه؟ لانه ايه؟ بحبه اكتر من ايه؟ من باقي التلاميذ. نسال يوحنا، يا يوحنا ايه اللي دفعك وتقعد مع ربنا؟ خايف؟ لا. عايز تدخل السماء؟ لا. طب ايه اللي دفعك؟ انا بحبه، عايز اطمن عليه، عايز انزله من الصليب بيدي، وعايز ادفنه بيدي، وعايز اكفنه بيدي، عشان انا ايه؟ عشان انا بحبه. اذا في ناس بتحب ربنا بجد، في ناس بتحب ربنا بجد. دلوقتي النهارده الحبيبه اللي بيحبوا بعض اولاد وبنات، انتوا عندكم اولاد وبنات في بيوتكم، واحد لما يحب واحدة ايه؟ تلفونات للصبح، ما يبطلوش تلفون، التلفون ايه؟ يخلصوا سهر من التلفون الساعة 2 الصبح، الساعة 8 الصبح هم برضه في التلفون، لا يهمهم أكل ولا شرب ولا نوم ولا، تلقاهم كده ايه؟ مدهورين على روحهم. ايه اللي بيخليهم كده؟ الحب. الحب ايه؟ بيخليهم ناسين نفسهم، ما يعرفوش أي حاجة إلا ايه؟ إلا ربنا أو إلا نفسهم وبس. النهاردة نهضة العذراء، عارفين نهضة العذراء دي؟ كنيسة مليانة فل وفوق وتحت، وبعدين ليلة العيد دي كان الناس للشارع. إيه اللي جايبكم أنتوا نهضة العذراء؟ خايفين من الموت؟ لا. جيتوا عشان تدخلوا السماء؟ برضه ما أظنش. إيه اللي جايبكم؟ إيه اللي خلي يعني الكنيسة مليانة فل كده؟ الحب. كلنا بنحب العذراء، عشان كده احنا جايين للعذراء. اسبوع الالام، اسبوع الالام الكنيسة مليانة صبح وليل وظهر. طيب وبعدين ايه اللي جايب الناس دي كده؟ الجمعة العظيمة الناس لبرة، ليه الناس جات كده؟ الحب. حبنا للمسيح وحبنا للمسيح الايه؟ المصلوب. عشان كده هو ده اللي جايبنا للكنيسة. إذا في ناس يدفعهم إيه؟ يدفعهم الحب. عارفين الأنبا بشوي ده؟ الرجل الكامل، أبوه الروحي قال له إيه؟ تصلي شوية مزامير، شوية بس. هو صلى المزامير دي؟ أبدا. عارفين عمل إيه؟ جاب حبل وربطه في السقف وربطه في شعره. مش كده؟ مش سمعتوا الحكاية دي؟ ليه؟ عشان أول ما يجي ينام إيه؟ مش عايز لحظة يبعد فيها إيه؟ من ربنا. خايف من جهنم يا أنبا بشوي؟ لا. عايز السماء؟ لا. إيه اللي دفعك لده كله؟ اللي دفعه هو إيه؟ هو الحب. عشان كده الأنبا بشوي ده تلقاه ما بيعرفش يطلع من الصلاة. إحنا لكن ما نعرفش إيه؟ حتى ندخل للصلاة. الحب هو اللي يخلينا ايه؟
نيجي لربنا، ودول أعظم ناس. المرأة الساكبة الطيب أو المرأة الخاطئة اللي جات في بيت سمعان الفريسي، تذكروها دي؟ وجات وحطت الطيب على رجلين ربنا، وبعدين هاتك يا بوس في رجلين ربنا والدموع، وسمعان الفريسي أدانها. فقام ربنا قال لسمعان إيه؟ أنت عارف هي بتعمل كده ليه؟ لأنها أحبت إيه؟ كثيرا. أنت يا سمعان حتى واجبات الضيافة ما رضيتش تعملها لي. يعني أول ما دخلت مفروض تستقبلني بالبوس، قبلة لم تقبلني. ولما أنا أجي مفروض من الضيافة أنك أنت تتهني بزيت، أنت بجرش زيت ما رضيتش تتهني. لما أنا أجي مفروض تغسل لي رجلي، ده الضيافة كده. هي بللت بالدموع قدمي. عارف عملت كده ليه يا سمعان؟ عشان ايه؟ احبت كثيرا، والذي يحب كثيرا يغفر له ايه؟ كثيرا. عشان كده في مره التلاميذ كانوا قاعدين، وبعدين جت الست دي اللي هي ايه؟ ساكبه الطيب، دلجت الطيب على راس الرب. والتلاميذ همهموا، يهوذا قال كان مفروض يتباع الطيب ده ويدوا للمساكين. قام لهم المسيح ايه؟ قال لهم ايه؟ اسكتوا، لأن هي بتحبني أكثر منكم في اللحظة دي. أنتوا مش عارفين عملت كده ليه؟ لأنها فعلت هذا لتكفيني. لأنكم أنتم مش هتلحقوا يوم السبت عشان تنزلوني وتكفنوني، لكن هي كفنتني أوريدي كده. فهي عملت كده عشان إيه؟ بتحبني. والست اللي جت في الهيكل وحطت الفلسين في الهيكل دي، والناس حطت ألفات في الهيكل في الصندوق، إنما المسيح إيه؟ مدحها أكثر من الباقي. ليه؟ لأنها بتحب ربنا، لأنها من أعوازها أعطت. عشان هي بتحب ربنا من أعوازها إيه؟ من أعوازها أعطت. عشان كده يعني المسيح يقول لك اللي يحب أكثر هو إيه؟ هو اللي يدخل السماء أسرع. في ناس تقرأ الأجبية خوف، خايفين من ربنا، يقول لك يا عم نقرأ الأجبية أحسن نموت. وفي ناس تقرأ الأجبية عشان عايز الأجر، يقول لك نقرأ الأجبية إيه؟ ناخد لنا شوية أجر سماوي. وفي غيرنا يقرأ الأجبية إيه؟ حب في ربنا، تلقاه بيتلذذ بكل مزمور بيقرأ ويتغنى بكل مزمور يقرأ. من أحلى واحد فيهم؟ التلاتة ربنا قابل صلواتهم، اللي خايف واللي عايز أجر واللي حب ربنا. لكن أحسنهم مين؟ اللي بحب ربنا. آخر قصة حكاها لكم عن أجية صوفية، يمكن حكيتها الحكاية دي قبل كده، إنه الملك عمل كنيسة كبيرة جدا، وبعدين دعا كل الناس علشان يتبرعوا للكنيسة دي، اللي حط ألفات ودعا المنيرونات، وكل الناس حطت في الفلوس عشان يبنوا الكنيسة العظيمة دي. وبعدين لما خلصت الكنيسة عايزين يحطوا حجر الأساس باسم الملك، لأنه الملك أكتر واحد حط الفلوس. كل ما يحط الحجر الحجر يقع، كل ما يحط الحجر حجر يقع. فقام يعني الكاهن سأل ربنا، قال له يا رب انت عايز ايه بالظبط؟ ليه الحجر بيقع؟ قال له انا مش عايز اسمي الكنيسة باسم الملك، انا عايز اسمي الكنيسة باسم واحدة اسمها صوفية. فقال له مين صوفية دي؟ قال له روح فتش عليها. فراح لصوفية دي لقاها نايمة على الارض. قال له تعال يا ستي اسمك صوفية، انت حطيت كم في الكنيسة دي عشان ربنا عايز يسمي الكنيسة باسمك؟ قالت له ما حطيتش حاجة. قال لها ليه؟ طب عملت ايه في الكنيسة؟ قالت له انا كل اللي عملته انه انا كنت بالحمار بتاعي ده بجيب الطين والمونة والطوب للكنيسة بالحمار بتاعي ده، وبعدين كنت العمال بجيب لهم مية بالحمار بتاعي. لكن لما يعني ما عنديش فلوس أدي الحمار
اشتري له قش. فقامت المرتبة اللي نايمة عليها فارتكتها وأدت الحمار عشان يأكل عشان يقوم يسقي العمال. فإيه أعطت من إيه؟ من أعوازها. فقال لها يا بختك، وهي نامت على الأرض طبعا، يعني بعد ما المرتبة يعني فارتكتها نامت على الأرض. فأبونا قال لها يا بختك إنه ربنا عايز يسمي الكنيسة بإيه؟ باسمك. ليه؟ لأن الحب أكتر واحد يجر للسماء هو إيه؟ الحب. وتسمت الكنيسة لحد دلوقتي كنيسة أجية صوفية، كانت بتسوق حمار بتجيب المية للعمال. أحبائي، عايز تجري للسماء ثلاثة طرق: يا إما خايف من جهنم وربنا بيقبل عبادتك، يا إما عندك رجاء في السماء وعايز تلبس الأكاليل ويكون عندك مكان في السماء، ده كويس والوعود اللي اداها لك ربنا، وإما تيجي بالحب، لأنه في ناس لا يهمها جهنم مع أن جهنم تخوف، ولا يهمها إن هي عايزة تمشي سماء مع أن السماء حلوة، ولكن هي بس بتعبد ربنا حبا في ربنا. ودي زي ما قلنا أحسن ناس بتجري لربنا. لإلهنا المجد والإكرام في كنيسته من الآن وإلى الأبد، آمين.